من سيليانا نمشي المهدية ونشارك مختلف الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني المهدية ليلة البارح في حملة أمنية بمختلف الأحياء بالمدينة، وتم خلالها تفقد مختلف دوريات القارة وتركيز دورية قارة في مدخل المدينة طريق بومرداس، وهذا لمزيد حماية المدينة والمداخل السياحية. وقامت الوحدات الأمنية بمعاينة النقاط السوداء وتثبت من الهويات في مختلف الشوارع والأحياء وتفتيش عدد من السيارات وإيقاف عدد من المفتش عنهم المطلوبين للعدالة في مجموعة من المناطق.